في ان انا اصدر تشريع قوي يخدم الناس. هو انا بشرع لمين؟ انا مش بشرع للجبايه والفلوس، لا، انا بشرع للدوله المصريه، انا بشرع بما يخدم الاقتصاد القومي، انا بشرع بما يراعي الحاله الاجتماعيه للناس. ان الحاله الاجتماعيه للناس، وانا قلت اللفظ ده اكتر مره، ناس بتكح تراب. لا تقول لي طبقه متوسطه ولا تقول لي طبقه فقيره، ومع ذلك متحملين، ومع ذلك بنقول بلدنا، ومع ذلك ما حدش بيسمع الدعاوي المغرضه. لكن بدا حلف يشتغل، اشتغل لضرب الاقتصاد باساليب ذكيه. وانا عايز اسمع من الناس، انا عايز اسمع من اخواننا في الخليج، وعايز اسمع من اللي هنا، وعايز اسمع من اللي هنا. صوت الشعب ده لازم يبقى موجود، ولازم الحكومه تسمعه. اسمعوا الناس وشوفوا الناس عايزه ايه. الرضاء الشعبي ده مهم جدا. حاله الاحتقان تطفيها وتقفلها. عايزين حاله الاجماع اللي كانت موجوده بعد 30 يونيو، عايزينها ترجع تاني يا جماعه، وبسرعه شديده جدا. العنف المجتمعي، بنت قتلت باختها ومش عارف اصابت التانيه، زوجه خائنه قتلت مش عارف ايه، أم قتلت بنتها، بنت قتلت أمها. إيه ده؟ إحنا ما كانش عندنا الكلام ده. إيه منظومة القيم الغريبة دي اللي بتجتاح مجتمعنا؟ إيه المفاهيم الجديدة اللي بقت موجودة الآن في المجتمع؟ إيه العيال بيكحة دي اللي بتتكلم على المثليين؟ إيه العيال اللي بتتكلم على العمالة للخارج ولا في دماغها؟ إيه الفيديوهات اللي بيعملها للتيك توك دول لبناتنا عشان تاخد لها 100 دولار ولا عشان تاخد لها 150 دولار؟ تطلع وتعمل حاجات لا تليق لا بمجتمع مصر ولا بقيمنا الأخلاقية ولا الدينية ولا بالقيم الأسرية. احنا ليه بنهد مجتمعنا؟ احنا ليه يا جماعة ما بناخدش إجراءات قوية وحاسمة؟ لازم، ما انت عايز تحمي مجتمع لازم تحمي منظومة القيم، لازم ترسخ المفاهيم الحقيقية اللي بتعبر عن هذا المجتمع وأخلاقياته وتاريخه ونضاله ورسالته المستقبلية. احنا بلد ليها رسالة، احنا بلد عندها ثوابت، احنا بلد لها اهداف قومية، احنا عندنا مشروع وطني ومشروع قومي نريد ان نحققه على ارض الواقع. ليه بنتلم في الازمات وبعيد عن ازمات الدنيا بتفلت؟ ليه؟ لازم ندرس ده كويس قوي. ليه بقى العمل بالنسبة لنا اي كلام يا عبد السلام؟ ليه بقى الدولار سلعة النهاردة تباع وتشترى وأكسب منها ومكسبش منها؟ ليه بقينا مش واعيين قوي بالمخاطر اللي بتهدد اقتصادنا؟ ليه بقينا بنسمع شائعات وأكاذيب ونصدقها؟ دي كلها علامات استفهام. إيه اللي وصلنا للشكل؟ إيه اللي وصل العنف المجتمعي إلى هذه الدرجة؟ إحنا هنقعد ساكتين؟ مش هنقعد ساكتين. أنت مطلوب تتكلم وأنا مطلوب أتكلم والبرلمان يتكلم والإعلام يتكلم وكلنا لازم نتكلم، كلنا لازم صوتنا يعلى، لأن بكرة هنتحاسب. كل واحد فينا هيتحاسب. كل واحد ما قالش كلمة الحق أو ما أنارش الطريق قدام القيادة السياسية. أوعى تفكر الرئيس السيسي عايز يغمي عينيه، لا، عايز يسمع. في ناس مش عايزها يسمع، لكن الراجل عايز يسمع، وإحنا لازم نسمعه، لازم نسمعه صوتنا. ما احنا جزء من الشعب ده. ما الناس دي هي نفسها اللي عملت 30 يونيو، وهي اللي دافعت عن الدولة وأسقطت حكم الإخوان جنبا إلى جنب مع جيش مصر العظيم وشرطة مصر الباسلة وقضاء مصر النزيه. لازم يا جماعة نحط إيدينا في إيدين بعض ونحمي دولتنا وندافع عن دولتنا ونرد الأكاذيب والشائعات عن دولتنا اللي هي بتواجه أكبر تحديات في العصر الحديث من الناحية الاقتصادية.